ما أتابع بموضوع العقوبات كتير زي وبالشق السياسي اللي كنا عم نحكي فيه، وأيضا ما قاله الوزير باسيل بالأمس أنه استهداف لطرف مسيحي يعني، وذهب أبعد من أمريكا إلى إسرائيل وإلى هذه النية للتهجير والإضعاف وما إلى ذلك. موقفكم كحزب يعني مسيحي بهذا الموضوع، هل ترون أنه باسيل بهذه النقطة بالتحديد على حق؟ ليش اسرائيل هجرت مسيحيه من لبنان قد ما هجرت سياسات هيك المتلاحقه؟ يعني في حدا هجر لبنانيه من لبنان مسيحيين وغير مسيحيين قد الطبقه السياسيه بطريقه حكمه وادائها؟ شايفين في بلد بالعالم كل انا بتحدى اليوم كل لبناني اليوم هو مشروع شنطه، كل واحد يعني انا اللي بعرفهم بالقليله يلي ما هاجروا هن مش قادرين يهاجروا يعني بالقليل اللي بعرفهم، مش لانه ما بدهم، بتعرف قد ايه بعرف ناس ما بعرف ولا عائله، يعني اول مره انا بشوف عائله بتفش اولادها تهاجر. حتى الولد بيكون عنده طموح هيك بده يهاجر او نزعه يهاجر واهله بجربوا يكبحوا، مش شايف مثل لبنان عيال عم تفش اولادها تهاجر معتبرين ما في اي امل ببكره. كثير كثير معبر الوضع الاجتماعي بلبنان وكثير متناقض مع اداء الطبقه السياسيه. ويجي بعدين بس فكره اضعاف عيب يعني عيب المتاجره، ما حدا اضعف كمان عن جديد، ما حدا اضعف المسيحيين غيرهم، بدك اكثر من هيك؟ ما حدا اضعف يعني امتى كان اضعف ايامنا؟ على عهدينهم يعني نخلص بقى يعني عن جد نخلص مزيده بقى. برجع بقول يلي بقى بده يحكي اليوم اضعاف المسيحيين ومسيحي المشرق هذا كله حكي اليوم فاضي ما له معنى. اليوم في لبنان كله عم ينهار، عم ينهار بكل اجنحته. اليوم الشيعي والسني والدرزي والمسيحي كلهم عم بيجوعوا مثل بعضهم، وكلهم عم بينبشوا على الدولار، وكلهم عم بدهم يعلموا اولادهم، وكلهم عم بيصابوا بالكورونا وعم بيموتوا. انتم شايفين مثلا انه في جوع بطوائف غير طوائف اخرى؟ الحمد لله 90% من الشعب اللبناني اليوم انا برايي صار فقير بين هلالين، يعني كل لبناني عم يشتغل بلبنان ويطلع مصاري بلبنان ايا يكن صار فقير، من مدير البنك لاصغر حاجب باصغر شركه. صحيح. بقى هيدا نتيجه شو؟ نتيجه عدم رؤيه وسوء تنظيم وما في خط. حتى الكورونا هلا بنوصل على الكورونا بعدين، يعني عايشين بدوله بدون خطه، انه بيقرروا يسكروا 15 يوم كانه الازمه بتخلص 15 يوم، تبارك الكورونا ضلت سنه والارجح تضل سنه الى ما بعد. هن عم بيقولوا حتى المستشفيات تاخذ نفس، على كل حال رح نحكي بهالموضوع بعد شوي. كيف سوف يكون تاثير هذه العقوبات دكتور؟ يعني شئنا ام ابينا سوف يكون لها تاثير. على المستوى الشخصي انا برايي اكيد في لها تاثير. وعلى اي مستويات؟ على المستوى الشخصي بدءا من الحكومه، على المستوى الشخصي لجبران باسيل نفسه. جبران هو اللي حطالهم واللي طالتهم واللي حطالهم العقوبات. نعم. على اكيد شغله مربكه، يعني دوله عظمى مثل امريكا مع كل سطوتها على اوروبا وعلى كل الدول الباقيه حتى على المصارف اللبنانيه، يصير واحد برات النظام المصرفي مثلا والسفر صعب، امريكا مستحيل، باقي الدول صعب، على اكيد بتايد حركته ومعنويا اكيد يعني منه. معنويا هو يعني بدا وكانه وقال أنا هو انه حاسس حاله اقوى. انا ما شفت هيك البادي لانجوج، انه ما عنده مشكله بهذا الموضوع. لغه الجسد امبارح ما كانت بتدل. البعض شاف انه خرج وكانه اقوى من قبل كاترين امبارح، لانه مستهدف وبهذا الشكل المسيس. البادي لانجوج امبارح مش مبين على واحد مرتاح وقوي، مبين على واحد شو بين بالبادي لانجوج؟ مبين كثير مرتبك ومزروق وما منا هين. انا ما عم بخفف من وقع انا عم بقول انه بغض النظر عن بعض الملاحظات ايه بالنتيجه هن وصلوا حالهم لهون، وانا ما عم بقول انه كان لازم يفك ارتباطه مع هو بيتحالف مع مين ما بده. ما انا متهمه من 2006 انه ورقه التفاهم يلي عملوها مع حزب الله هي خلت حزب الله يسيطر على كل الحياه السياسيه بلبنان، وهي المنطلق لسيطره حزب الله على كل مفاصل الدوله القضائيه والسياسيه والامنيه والاداريه. بقى ايه انا متهم، نحن متهمينهم مباشر بالموضوع، يعني تقال لك انه كان موضوع الفساد ولا موضوع تغطيه حزب الله، لانه التحالف هو شغله بيكونوا اثنين مستفيدين منها. انا برايي صفقه غير متوازنه، لانه في فريق استفاد ايضا التيار الوطني الحر يعني وصل الى رئاسه الجمهوريه بالنهايه، مشان شو يعمل؟ شو مشان هيك يضرب تاريخ طويل عريض؟ يعني مشان شو؟ حرام، يا ريت ما وصل على رئاسه الجمهوريه، كان بعده براس الناس او براس بعض الناس الامل ببناء دوله. هلا اليوم وين؟ بعد في سنتين من عهده، ما بفتكر بعده الامل او المخلص يلي ناطرينه كانوا البعض. نحن عملنا وجباتنا بهالموضوع، وكمان مؤسف كل نتفي والتاني ناكل هيك نكع على الموضوع انه
خلص طيب يعني من الناحيه المعنويه برايك انه كان في انه رئيس التيار جبران باسيل بازمه وانما بالوقت نفسه البعض بيشوف انه بالنسبه لحلفه مع حزب الله تحديدا اليوم سوف يصبح اقوى حتى ولو كان تعرض لي يعني زعزعة بالفترة الأخيرة وحالة من التباين على أكثر من ملف، اليوم سوف يضطر حزب الله أو حتى سوف يعني يذهب إلى مزيد من الدعم سواء على المستوى الحكومي، والبعض يرى ربما أنه حتى على مستوى رئاسة الجمهورية وخلافا لما قيل أنه نصفت كل أحلامه بالرئاسة وما إلى ذلك، قد يصبح حزب الله أمام التزام أخلاقي جديد. هل حزب الله بده يجيب رئيس جمهورية لجبران باسيل؟ هل حزب الله وضعه أفضل بكثير يعني؟ كمان حزب الله بوضعه مش لم يكن ميشيل عون مرشح حزب الله لرئاسة الجمهورية. اليوم حزب الله مثل ما كان قبل ما قبل الانتخابات الرئاسية كمان أكيد لا. ما حزب الله شفنا اليوم كيف صاير إنه حدا كان بيحلم بترسيم حدود مع دولة إسرائيل هيك مع دولة إسرائيل لكن إذا واحد غلط وقال إسرائيل يقوموا عليه بالإعلام نحن هون كنا نقول إسرائيل يطلعوا فلسطين طلعت على لسان رئيس مجلس النواب اللي هو حليف حزب الله الأقرب والأمتن وقال ايه عم نعمل مفاوضات مع دولة إسرائيل بموضوع ترسيم الحدود البحرية يعني حدا كان بيحلم يوصل لهم بس ايه بس يحق لحزب الله ما لا يحق لغيره هيئته وهذا اللي عم نحكي عنه نحن طيب ما في حزب اذا بدي سلم جدلا انه الحزب تنازل بهذا الموضوع مثل ما عم تقول حضرتك وانه ربما في تسويه عم تتحضر طيب هذه التسويه ايه بس اذا في تسويه يعني مين قال انه سوف يكون حزب الله ضعيفا في هذه التسويه التسويات بالعادة تكون على حساب كثير من الأفرقاء بالداخل الآخرين خاصة إذا يعني مثل ما متوقع البعض أنه أن يذهب بايدن إلى أحياء الاتفاق النووي وإلى تسوية مع إيران ومفاوضات قد يعني يقوي هذا الأمر حزب الله في الداخل عكس ما تقوله أنا أقول إذا هيك أنا أقول أنه حزب الله طالما فات بموضوع التسوية وأنا برأيي حكما رح نوصل لدولة بدون سلاح خارج سلاح الشرعي حكما هلا بتقولي لي سنة الجاي أو بعدها أو بعد 10 سنين ما حدا بيعرف نحن عم نشتغل لحتى تكون بأقرب وقت حكما طيب بس نحن يعني عم نحكي عن استحقاق رئاسي بعد سنتين شو بدي بالرئاسة لا يعني اللي قادنا لهالكلام هو مسألة أنه الدعم ربما برئاسة الجمهورية أو الدعم هلا حتى بموضوع الحكومة يعني سوف يشعر ربما حزب الله بنوع من الالتزام أخلاقي أنا برأيي ريحي حالك يمكن ما يكون في كتير ناس بدهم يعملوا رئيس جمهورية من بعد اللي صار طولي بالك عن جد الجمهورية عم تروح أي جمهورية يعني حتى هيبة الرئاسة هيبة الموقع حتى إذا فيها شوية برستيج بطل فيها يعني اليوم أي لك بعد اللي صار وبعد 17 تشرين بالتحديد واللي إجا من بعدها يعني 17 تشرين وما بعدها ما بقى المسؤولية بالمسؤولية السياسية هي هيك نوع من طرف واحد بنبش عليه المسؤولية السياسية عم بلش تصير مسؤولية سياسية يعني قريبا المسؤولين بدهم يتحسبوا على أدائهم وبلشنا نشوف يعني قبل كان واحد هيك شو بلشنا نشوف ما عم نشوف شيء وين قصدك عن العقوبات يعني العقوبات لا العقوبات والناس اللي عم توعى والثوره اللي على الطريق وعيت الناس فعلا برايك انا برايي وعيت وين منا بالشارع قاعده عم تشوف كيف بدها تاكل لانه جوعوا اللبناني كثير بسرعه يعني كمان في مافيا منظمه حتى بالدمار هن اختصاصيه بالدمار هودي اختصاصيه بس بالدمار مش لا بناء دوله ولا بتاليف حكومه اختصاصيين شاطرين كتير يتلاعبوا على الناس وعلى عواطفهم وغرائزهم مثل ما شايفين وعلى غرائزهم والمسيحي والهجرة المسيحية هلا مش مين ضرب المسيحيين قدهم مش مين ضرب المسيحيين قد هالأداء اللي شفناه مش يعني بأي عهد أنت صغيرة ما أي عهد بتاريخ لبنان كان أسوأ من هالعهد طيب يعني أي مرحلة بلبنان مرق فيها الشعب اللبناني إنه ما بيقدر يروح على البنك ياخد مصرياته كنا نتغنى بالنظام المصرفي بلبنان طار عنا شك كنا نتغنى بلبنان مستشفى الشرق انا بخبري شغلتي هي طار نسي مستشفى الشرق كنا نتغنى بلبنان مناره الشرق وين كنا نتغنى فيها جامعه ومدرسه الشرق وين اليوم طلابنا عم بيستقتلوا يتعلموا برا وما عم بعرف لاي سبب يعني عندنا جامعات كثير محترمه بلبنان وعندنا مستشفيات كثير محترمه بلبنان ليش عم بيصير فينا هيك لانه في سوء اداره وفي اداء سياسي ايه مزبوط الفساد برجع بقول لك ضارب كل الطبقه السياسيه موقفة على واحد كل الطبقة السياسية هلا مؤسف انه ننطر عقوبات من امريكا نحن اذا ما عم تشكيلات قضائية طيب مثل ما لازم نعم عم تقول ما بقى رح يكون في جمهورية ربما يعني اذا بيضلوا هيك يكون في منافسة على هيك. انتخابات رئاسة اصلا ما حدا رح يستقبل وانا ما بتشوف انه هالموضوع رح ياثر على باسيل تحديدا بهالموضوع انا مش عم نام وقمت اشوف شو بده يعمل جبران باسيل انه مش هيدي مشكلتنا بالحياة مشكلتنا دولة عم تنهار
مش مشكلتك بده يعوم حاله بعيون الامريكان وحزب الله وجماعته، يعوم حاله قد ما بده. انا بقى شفت خطاب يعني تعويمه يائس، شو بدي فيه يعمل بده اياه؟ برجع بقول ونحن مش كل مشاكلنا احدى مشاكلنا هي اداء جبران باسيل، عندنا مشاكل تانية اهم بكثير، عندنا حزب الله، عندنا الفساد بالدوله. عندكم طموح ايضا رئاسه الجمهوريه؟ لا برجع بقول لك طموح لرئاسه الجمهوريه هيك قالكم امبارحه احمد الحريري. ما بدي ارجع لك هودي اللي بهيك فجاه بيوعوا وبيعملوا هجوم مش مفهوم بناء على تويتر، من واحنا اعلنا انه تويتر مش نحن يعني صدقا نحن قد هلا مبين من مضمونه انا نائب ومسؤول بالحزب، ما كنت امين عام ما بعرف لمين يعني منه لقلنا هلا بتقولي لمين حدا مين عامله صدقا انا صار لي يومين بجرب شوف مين ورا لا بس هو واضح انه في قلوب مليانه من قصه مش قصه فقط يعني امين عام امين عام بيحترم موقع حاله او تغريدات حدا بيحترم او ما حاله بالسياسي ما بيطلع بيعمل هجوم بناء على تويت يعمل هجوم بناء على عم نقوله نحن ما عم بقول لك في قلوب مليانه يعني من شو مليانه الخلاف بينكم وبين المستقبل منه جديد يعني وعبر عنه الرئيس الحريري بمقابلته كمان من شو مليانه مليانه انه نحن ناس عم ناخذ مواقف انطلاقا من قناعاتنا رح نضل ناخذ مواقف انطلاقا من قناعاتنا هذا اللي عم بيصير عن جد حرام اول شيء ما عم بيلهي الناس بقى عن لب الموضوع ثاني شيء اليوم اللبناني بحاجه لحدا يعطيه بصيص امل مش بحاجه لسجال بيننا وبين احمد الحريري بس هالسجال ولا يعني ما غيره اصلا ايه بس هالسجال لوين رح يوصل شو تاثيره تأثير. على العلاقه يعني وصلت لخط اللاعوده بينكم وبين المستقبل لان الكلام يلي قيل انه يستطيع سمير جعجع ان يحلم بالرئاسه وان يطلب المستحيل سبيلا للوصول لكنه لن يحلم بتوقيعنا على جدول اعمال معراب السياسي وغير السياسي ما هو جدول اعمال معراب السياسي وغير السياسي برجع بقول لكن ما بدنا نفوت بسجال بس شو المقصود برايك شو المقصود بجدول اعمال معراب السياسي وغير السياسي برجع بقول هذا كيف فهمتوها هلا انا شفنا حدا هيك حائد وطلع وجه ثاني ما بنعرفه انا علاقتنا فيه كانت كثير حائد ليه وعلى شو ما بعرف شو ويعني علامة اللوم وعلى طول في نوع من مراره من قبل تيار المستقبل حيال القوات اللبنانية وقال آخر مرة الرئيس الحريري إنه في البعض القوات عملت مصلحته إنه هو ما عمل مصلحته في البعض بلبنان ما بيقبل اختلاف الرأي ما بيقبل إلا مع القوي يعني إيه رئيس الحريري بيهادن حزب الله وبيربط نزاع معه بس ما بيقبل يهادن القوات نحن مثل حزب الله عجبون أو ما عجبون عنا رأينا عنا مبادئنا عنا قناعاتنا ونحن اللي نحن طلعنا لبنان اولا ما حدا يعلمنا شو بدنا نعمل اليوم لبنان اولا نحن تربينا عليه قبل ما يوعوا على لبنان اولا ما بدنا نرجع لهونيك عيب يرجعوا لهونيك برجع بقول هي خساره للكل وخساره لهم نحن ما عندنا شيء نخسره نحن قررنا عن وعي وعن اصرار نتميز عن الطبقه السياسيه اول شيء هذا برد مردود كل اللي قال واحد بده يعمل رئيس جمهوريه بصير يداهن الكل إن كان بالخارج ولا بالداخل ما بياخذ مواقف الامريكان نزعجهم بموقفنا اوقات السعوديين اوقات نزعجهم بموقف وين عم تزعجوا السعوديين والامريكيين بشو ازعجتوهم بالتحديد السعوديين ما كانوا قادرين يشوفوا الرئيس عون رئيس عون ولا بالاحلام نحن مشينا بعكس التيار بوقتها انتم بوقتها اقنعتوهم ربما يعني مش انه ازعجتوهم يعني كان في نوع يعني من اقتناع ورهان يعني انه رئيس عون رح يكون اقرب لنا بهذا الموضوع بدليل النقاط العشره يلي يعني ايه مش تهمه نحن بنتلقى ايه تهمه مش نحن بنتلقى تعليمات من السعوديه ومن غير السعوديه طيب كيف بتلقى تعليمات وبنغيرهم رايهم انا برجع بقول لك هي شغله خلص صار كل شيء مبين اليوم ما بقى في شيء مخبى بلا مزعجهم اوقات بمواقف ما بتكون هيك 100% مثل ما وقفون وبنكفي على كل الباقيين واكيد الهدف مش ازعاجهم علاقاتنا بالامريكان وبالسعوديين وبالخليج علاقات ممتازه اكثر من ممتازه هو اصدقائنا بس انا اللي بدي اقوله انه مواقفنا واضحه على شو مبنيه على قناعات ما رح نغيرها لانه زعل حدا من هون او رضي حدا من هون برجع اقول البعض هو يعيد حساباته نحن مقتنعين انه اللي عم بيصير غلط وما قلنا يعني بعدكم عن الحريري ليس لان السعوديه هي بعيده عن أبداً. الحريري اليوم ابدا كيف ستقنع سعد الحريري بهذا الامر ما بدي اقنعه مش مهتمين ترجع العلاقه الى ما كانت عليه مهتمين لمصلحه لبنان ولانه معتبرين نحن انه جو 14 اذار عم بحكي مبادئ 14 اذار بدونه ما في لبنان
طيب اذا لازم تكونوا مهتمين انه مش باي ثمن كاترين، مش باي ثمن بيضوا صفحتكم يلي انتم معتبرينها بيضة، يعني انه اظهار حسن النية. ما بدنا نبرر حالنا، ما بدنا، هن يبرروا حسن النية، هن يبينوا. ليش ما فهمت هي التعاطي، هي الطريقه بالتعاطي، انه وكانه في فريق بيمشي وفريق بيتبع. ما غلطانين، ما نحن نتبع حدا. وبرجع بقول ولا بدنا شيء، وهيدي قوتنا، ولا بدنا رئيس الجمهوريه، بدنا جمهوريه قويه، ما بدنا رئيس الجمهوريه، ولا بدنا مقاعد وزاريه مثل ما انك شايفه هلا الجبنه كيف عم بقسموها. ما هي بالنتيجه عيب كمان واحد يكون عم يتصرف بطريقه كثير كثير عليها علامات استفهام ويقوص على الباقيين. يعني بس قلنا نحن انتبهت كثير، نحن بننتبه على خطابنا انه هي الهيئه في جو محاصصه بالحكومه. وقلنا اذا الحكومه هلا اذا بكره الحكومه طلعت حكومه اخصائيين اختصاصيين مستقلين، بنفكر بإعطاء الثقة. هذا غير موضوع، يعني أنا ما عندنا موقف مبدئي من الرئيس سعد الحريري. بس شفته أنا كانت عم تتشكل بيّن بذهنية المحاصصة بيّن، يعني من خلال شو تسريبات خلال يعني؟ بيّن. لا مش تسريبات، بس سؤال. لأن كان في تكتم وصامت واجتماعات بين الحريري والرئيس عون، وظاهريا وكأنه الرجلين يعني هن اللي عم لبنان ما في كثير تكتم. خليني أقول لك، خليني أعطيك وقائع. الثنائي الشيعي بده وزارة المالية ولا هذا تكهن؟ بده اكيد معروف صار. طيب. هذا بالنسبه لنا انتهت اللعبه، اذا محسوم انتهت لعبه الحكومه. متفقين مع بسيبة بهذا الموضوع، بهالنقطه انتهت لعبه الحكومه. لا فيها يعني ما في مداوره. وموضوع المداوره كمان، موضوع المداوره من خارج وزاره الماليه، يعني بنشيل وزاره الماليه ومنداور على الباقي، هذا تراجع بالخطاب السياسي. بس ما في كمان واقعيه دكتور بالتعاطي كاترين نحن تشكيل الحكومه؟ لا طول بالي، يعني المبادئ صحيح انه هي جميله جدا ويفترض ان تطبق، وانما يعني الواقع يفرض احيانا بعض البراغماتيه بعمليه التشكيل، خاصه ببلد هالقد معقد طائفيا. نحن مريخيين، نحن من المريخ، ما هيك؟ نحن القوات بالمريخ. طيب هو الرئيس الحريري بوعد بحكومه اختصاصيين خارج الاحزاب. شو يعني خارج الاحزاب؟ يعني بنروح نشوف اذا معه بطاقه واحد ولا بنعمل له فحص دم؟ خارج الاحزاب يعني خارج سيطره الاحزاب، مش هيك كان واعد؟ طيب بس هو طيب بعد ما قدم تشكيلته، يعني لماذا الحكم المسبق؟ ما حدا حكم، نحن بالنتيجه هن حكموا على حالهم. نحن اللي عم نقول انه اللي مبين ما بيطمن. ما قلنا حق نقول مبين ما بيطمن؟ ما هو اللي مبين ما بيطمن. رح ارجع اقولها، لانه بس تقولي انه الماليه للشيعه للثنائي الشيعي انتهى الموضوع. احنا ما عندنا مشكل مع الطائفه الشيعيه، بس مجرد تقولي وزاره الماليه مكرسه لطائفه ما، ونحن كنا عارفين انه من بعدها رح تكون الطاقه كمان مكرسه لتيار الوطني الحر، ورح داخليه ما بعرف لمين. رجعنا محل ما كنا، رح نرجع محل ما كنا. يعني هيك اليوم اجواء الصحف هيدا اللي عم نقوله، انه بعد اللي قالوا مؤسف انه نحن كل اللي قلناه انه اللي عم نشوفه بطريقه التاليف واللي عم يبين مش تسريبات ما صار واضح. يعني اللي قالوا امبارح نائب بسيل شو قال؟ قال نحن يما المدوره الشامله. شو يعني المدوره الشامله؟ او وكل فريق اللي قالوا امبارح نسف كل يلي كان صار. طيب. يعني حتى عدد الوزراء كل فريق بدا فريق انه عدنا الى النقطه. طيب. الصفر. مش كل فريق بنقي الممثلينه. كيف يعني حكومه اختصاصيين مستقلين وكل فريق بنقي ممثلينه؟ طيب اللي بدر عن هو رافض انه الرئيس الحريري يسمي الوزراء المسيحيين، يعني كل واحد يسمي كل واحد رافض بالمداوره انه تكون الماليه مع الشيعه والمداوره تكون فقط على الوزارات السياسيه. يعني ما بقى في يعني ما بقى في مداوره، يكون في 20 و 18 وزير، بده اكثر لحتى تكون فعليا حكومه اختصاصيين مثل يعني ما قال. يعني حدد كل نقطه وبررها. يعني انا بدي بلش اقول ما في مداوره، لانه الماليه خلص ما في شيء اسمه برات الماليه، محسوم الماليه هيك عنده محسوم. انه ما بقى في مداوره، وعطى ثنائي الشيعه اللي بده اياه، صار مجبور يعطي الباقيين اللي بدهم اياه، ما بده ثقه. اخر شيء انا بعد ما فهمت لليوم هالهجوم علينا انه شو له معنى؟ يروحوا ظبطوا اعملوا حكومه، مش انتوا وعدتوا بحكومه مستقلين خارج الاحزاب؟ كيف؟ نعم. طيب يلي صدر عن الامير طلال رسلان، طيب اللي صدر عن الحزب القومي، اللي صدر عن الوزير الفرنجيه، مبين عن جملات حتى يعني عن جملات. نعم. يعني مبين انه حكومه محاصصه بغض ما احترامنا للكل. نحن عم نقول إذا حكومة رح تكون ممثلة للمكونات السياسية رح تكون مثل الحكومة يلي سقطت بالشارع بعد 17 تشرين. لشو عذبتوا اللبنانيين سنة كاملة؟ تنرجع نعمل الحكومة هي ذاتها. إذا كل العالم عم بيقول لكم اليوم من المبادرة الفرنسية للسعوديين للأمريكان، روحوا على حكومة بعقلية جديدة، يعني بوجوه جديدة، ترجعوا بتعطوها يعني هيدا